مجموع ولا هشام عبود جامس جامس عبود 000 بصح ما عندوش السات مع الاخر قاعد غير في 000 جامس عبود 000 جاب لنا فيلم واش نقول لكم خو فيلم مهبول مهبول جاب لنا فيلم مهبول واش عجبني في الفيلم الخاتمة تاع الفيلم تسمى كيفاش خلاص الفيلم خلاص الفيلم باسكو امير دي زاد بيعو امير دي ماشي بيعو تسمى امير دي زاد تسرع ومن بعد كاع ديك العصابه اللي جات تقتلو جات تقتل 5 عباد تسمى ديك العصابه كاع هربت وخلاص الفيلم تسمى كي هربت سمح بيقول خلاص الفيلم تسمى قال لك يا جماعه بود قال لك عيط له لعبد سمار عيط له انور مالك عيط لفرحات مهني وعيط له ما قدرش يعيط له الامير ديزاد ما قدرش يعيط له ما عندوش باسكو ما عندوش التليفون تاع امير ديزاد وكي ما قدرش يتصل به امير ديزاد تسمى كشف الفخ اللي كان دايرو كلانتيستي موح الياس الملقب ب اللي واسمو هشام عبود كلانتيستي موح تسمى هربو تسمى خلاص الفيلم تسمى هربو راحو سلكو السلام عليكم بونجور بونسوار حيثما كنتم بيان اونتوندو ازول جيت بهذا الفيديو كما شفت في المقدمة هذه فيديو تاعي درتها في 28 جانفي 2022 درتها جوابا لجامس عبود كلانتيش تيموح المسمى بهشام عبود عندما جبنا الفيلم تاعو باللي ان كاين عصابة بعت النظام باش تقتلو باش يقتلوه هو واربع عباد معاه هو الاول دبر بيان سور هو ديدي كريمو هو كريمو الشربة في الفيلم تاع الحريق تاع محمد ديب الله يرحمه انا هو ديدي كريمو بحري لي قشر البطاطا في البابور عندك تمسخر بيا وعندك راح يطلع دروس يقعد بيا يا شيطان يا وليدي وعندك يقول لك عقش البطاطا ما عندي الموس انا ما تقدرش عليا بقى انا شي بلون قام ناج وروح قول لهم يمكن ما يسيبوني عيا قول لهم يمكن ما يسيبوني ايه ما تسيبونيش انايا انا بابا انا بابا ما تسيبليش ليش انايا انا بابا انا بابا انا بابا انا بابا أنا هو كريمو بو عليك يا كريمو بو عند بهديلة وانا ريت اكل عليك بو المهم دونك جوابا على الفيديو تاعو عندما جابنا الفيلم مع هذاك السوداب سوز اوفيسي انسيان سوز اوفيسي اللي هو اسمه تيغا انا نزقيلو موحد ديغا هذاك ديدي باراشو اللي تقعد بهم وداروا كاع تشيبا كل واحد داروا تشيبا قال لك كما يقول لك ناس بكري يقول لك الطماع ياكل الكذاب كلامهم كامل خوم كي بزديره كي امير ديزات كي زيطوط كي جامس عبود كي اكسيتيرا اكسيتيرا دونك درت له جوابا على الفيديو اللي دارها دونك دارها لو 25 جانفي 25 جانفي 2022 دونك 25 جانفي 2022 بدا يحكي لنا هذاك الفيلم ديالو قدامنا وكما قال لكم وكذا كنت محضر كامين لهاد العصابه اللي جات باش تقتلني كنت محضر لها كامين ولكن امير ديزاد كشف البازكا وما قدرش نتصل به في التليفون باسكو ما عندوش تليفون قال لك انا ما عنديش تليفون دونك امير ديزاد بلا ما دار بالعاني تسمى شغل
شغل سرب المعلومه وهذيك العصابه كي سمعت هكذا هربوا للبلاد، تسمى كي هربوا تسمى خلاص، تسمى الفيلم خلاص. طلع وهشام عبود خارج بصدره. ان شاء الله نجيكم في حصه اخرى ونشوفوا يعني بعض اللقطات تاع هذاك الانسان اللي اتهم بانه هو رئيس العصابه وحاجه. المهم هذا موضوع اخر باش ما نطولش، باسكو قلت نديرها خفيفه وظريفه. دونك شوفوا واش قال هشام عبود. قال لك باللي فوالا ني قلت لهم الخمنه دوك الربعه اللي معاه فرحات مهني انور مالك عبدو سمار و امير ديزان. قال لك ولو ان عبدو سمار ما قالوا خطينا، هذه حكايه تسمى ما امنش عبدو سمار، قالوا هذه ما كاش منها. المهم دونك قال لك ولكن امير قال لك علم فرحات مهني وعلم انور مالك، ولكن قال لك امير ديزاد ما قدرش نعلمه، وتسمى هو اللي رغم عنه كشف يعني القضيه هذه اللي خلات العصابه اللي جات تقتل هذه الجماعه هربوا، تسمى هربوا دخلوا للبلاد، تسمى الفيلم خلاص. وانا جاوبته كما شفتوا في بدايه الفيديو، قلت له تسمى برك انا متمسخر، هذا فيلم كوبوي، فيلم كوبوي، فيلم هندو ما يديروش هكذا. المهم اسمعوا واش قال لو 25 جانفي 2022 ونعاودوا. هشام كبير عليكم بزاف باش تلعبوا معاه، روح العب مع الاغبياء دي كيفكم. إيه ما كملتوش، احنا خمسه في القائمه، يعني هشام عبود رقم واحد على القائمه، رقم اثنين فرحات مهني، رقم ثلاثه انور مالك، رقم اربعه عبدو سمار، رقم خمسه امير ديزاد. عبدو سمار باللي شغل ما امنش، نعم يعني دقت انا نقول لك بصح ما تكلمش، امن ما تامنش ربي يسهل عليك ما تكلمش، هذا ما كان. امير ديزاد ما قدرتش نحكمو، ما عنديش تليفون ديالو، ما قدرتش نحكمو ما عنديش تليفون ديالو. بعد ما شفتو واش قال هشام عبود في 25 جانفي 2022 بالنسبه للفيلم اللي حكاو لنا، اللي هو المخرج والممثل و تريزوري و بروديكتور، بعد قاعد الفيلم يحكيو لنا، يعني ما قدرش يحكموا العصابه على جال التسريبات اللي دارهم امير ديزاد، لانه هشام عبود ما قدرش يتصل هاتفيا بالتليفون مع امير ديزاد لانه ما عندوش تليفون. ودركا اسمعوا واش يقول هشام عبود في حكايه واحده اخرى، يتكلم باسكو سيتي ان لايف، ونسى روحو وسمعوا واش قال لو 8 فيفري 2022. اسمعوا مليح واش قال، جبت لكم المقطع المهم ايسونسييل مهم، واش يقول ينسى روحو في الكلام ويخرج بهذا الكلام. اسمعوا وتشوفوا يعني وين يبان الكذب. هذا الفيديو دارها لو 8 فيفري 2022. انا عمري ما تلقيت مدام محمد عبد الله، وامير ديزاد يعني بون مقصر معاه في التليفون، وامير ديزاد يعني بون مقصر معاه في التليفون. تكذب والستين حزب تكذب. لكم سمعتوا واش قال جامس عبود كلينت ايستيمو تاع باب الود اللي واسمو محمد هشام عبود، يعني لو 25 قال لك ما عنديش تليفون، ولو 8 فيفري قال لك وين انا نهضر معاه في التليفون وكذا، يعني بدون تعليق. على كل حال اللي يحب يفهم يفهم، اللي ما يحبش يفهم يدبر راسو، يخبط راسو مع الحيط ولا ينقز من السانكيام ايطاج يدبر راسو. المهم الحقيقه هذه هي، قلت لكم عدو الكذاب هو الوقت، l'ennemi du menteur c'est le temps. هذه هي. دونك فوالا خوتي الجزائريات، ما نطولش، حبيت برك نقول لكم حاجه واحده برك. شوفوا يا خوتي الجزائريين والجزائريات، اقسم بالله العلي العظيم بالثلاث، وما نخافش نصوم ثلاث ايام ولا نصدق لو كان نكذب ولا نغلط.
هادو لا كنت تشوف فيهم كيما هشام عبود، كيما هادو كاع قاعده زيطو، تامر تيزاد، نايتو سليمان، قاع قاع يرا كنت تشوفوا فيهم تسمعوا فيهم معارضين زعما وكذا، زعما يحبوا الديمقراطيه، هما يحبوا انحطاط الدوله الجزائريه. وشنو باستعمال ليكسكوز يعني يعني شغل بالدليل ليكسكوز، زعما رانا ضد النظام. الهدف الحقيقي هو اسقاط الدوله الجزائريه، لاني انا صح انا ضد النظام. هذه الناس اللي تعرفني على بالها واش راني نقول وعلى بالها المواقف تاعي بالنسبه لهذا الشيء، ولكن قلت لكم باللي انا ندير الفرق ما بين النظام والدوله، ما بين النظام ومؤسسات الدوله. انا مع مؤسسات الدوله ومع الدوله، ولو اني ما اتفقش مع النظام تماما، ما اتفقش معه في اسلوبه، في عدم كفاءته، في 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 قراراته هذا النظام. il est à côté de la plaque c'est vrai، ولكن انا ما نغلطش. عندما انسان يحب يناضل سياسيا ما لازمش يخلط ما بين النظام والدوله. النظام ومؤسسات الدوله، اشخاص النظام ومؤسسات الدوله، والدوله في حد ذاتها. انا مع الدوله الجزائريه، انا مع المؤسسات الجزائريه، ولكن لا اتفق مع النظام وسياسته وكل طرقه الحاليه اللي يفا دون المور الى كوتي دو لا بلاكس سي فري مي، ولكن انا ندير الفرق. هذه هي. دونك حبيت نقول لكم، نعاود نولي واش باش نكمل. اقسم بالثلاث، اقسم بالثلاث، لو كان نغلط راني يعني كيش يقولوا راني بري، جو سوي بري دو باش يا خويا نعترف ونصوم لازم، ولا نصدق ولا كذا، باش يعني ربي يغفر لي. غير هاد العباد كيما هشام عبود وقعد لي سيتي لي فيت اللي حاطين روحهم معارضين، يحبوا يسقطوا مؤسسات الدوله والدوله باسم معارضه وكفاح النظام. اقسم بالله غير تبداهم من لو كي زيطو، كامير ديزات، كي هشام عبود، كي قاعد على بالكم تعرفوهم هادو اليوم في الخارج، راك داو تمونجي، راك داو تمونجي تسنى في الكونجي وتقول للزوالي في البلاد ابلونجي، روح للحبس وندافع عليك في الفيسبوك، روح للحبس وندافع عليك في مواقع التواصل الاجتماعي. يا عباد الله ردوا بالكم، قد ما يدخلوا الناس للحبس قد ما هما يربحوا دراهم على ظهرهم، يربحوا دراهم على ظهرهم. انا طرحت في لي فيديو تاعي الاسئله، اين هما الاموال التي جمعت، لارجون كي ايتي كوليكتي او نون دو محمد عبد الله، او نون دو شتوان، او نون دو راهم درك مع محمد بحليمه، وراهم الاموال هادو، وراهم. انا عندي لي فيديو، كل حبي يشوف الفيديو شوف هاد الاسئله. واحد ما جاوبني، واحد ما جاوبني عليهم، ما جاوبونيش انا، جاوبوا الناس اللي مدت دراهمها باسم هذاك، راكم تقولوا انتم باسم هذوك الناس هادو الضحايا، الضحايا اللي انتم طبعتهم، انتم يا شبه المعارضه، معارضه تاع مخرديه تاع خرده، درتوا بهم دراهم، وراهم هاد الاموال. فوالا دونك مو جو سي فير لا ديفيرونس انتر ان ريجيم اي ان ايتا، انتر ان ريجيم اي لي انستيتيسيون دان ايتا، سي با نفس الشيء، سي با دي تو لا ميم شوز. المهم فوالا، دونك قلت لكم باش نعاود لكم الحليف تاعي بالثلاث، سي لا ترازيام فوا نقولها. شوف هادو كاع لو كان غدوة النظام الحالي، نظام وين كان الرئيس هدايا اللي واسمو تبون عبد المجيد، واللي فيه الشيف ديطا ماجور شنقريحة، وكاع كاع سلم هذاك الحكم، لو كان غدوة يعيطو لهم يقول اسمع ما تكسرش كاع راسك، أرواح نسمحو لك كلش، اون فا توت افاسي، اون فا خلاص أرواح ادخل، يا با بروبلام، باردون، ما كان حتى مشكل، ارواح ما تخممش وقدام ويعطيوه لي غارونتي، تسمى يعني سيور ما يديروا له والو. اقسم بالله من الاول الاخر كاع يجوا ربعوا باش يخدموا هذا النظام. وباش نأيد كلامي نعطيكم مثال، ما كانش يعني ما صوت وصوره طبعا كوم دابيتود،
ما نكذبوش على سيدي ربي ولا على العباد. هشام عبود في هشام عبود في 2011 كانوا عنده اربع جوجمات، ما كان حاكم عليه باربع جوجمات، كان الجوجم اربع، ما عنده اربع قضايا. اي بقى عطاولو لا غارونتي باش يدخل الجزائر، قالوا له ما تكسرش راسك تخلي رابعه تخلي يجري يا خويا تخلي يجري. وقال لك انا، قال لك انا خويا انا مادام هذا النظام عنده حسن النيه، مادام النظام انا ذاك بوتفليقه والسعيد وقبل ما يطيح هذاك واسمه اللي كانوا يقولوا فخامته هذاك بليس اللي وصلنا الشيء اللي وصلنا ليه، المهم بوتفليقه عبد العزيز تي فوا ديجا انا بديت ننسى، انا شخصيا بديت ننسى، يعني بديت نحوس واسمه حقه باش تشوف يعني خدنا من التاريخ باش تشوف يعني بلي ديجا اتيتر بيرسونال شخصيا انا ديجا بديت والله العظيم بديت ننسى، وقعدت نخمم شكون هو اسمه ديجا عبد العزيز بوتفليقه. نهار قالوا له روح ما تكسرش راسك وكدا داروا له كيما داروا النزار في 2011 لهذا عبد هذا اللي هو اسمه هشام عبود، دخل وسمعوا كيفاش كان يتكلم، سمعوا مليح كانوا عنده اربع جوجمات هذاك الوقت اربعه يتي كونداني كات فوا. شوفوا كي دخل كي قالوا له الارواح ما تكسرش، مسحوا له كلش قال له غير الارواح ما بداو سمعوا واش كان يقول وخموا مليح واش يقول على الكلام تاعو، او يتكلم على الانسان اللي ولا هو اليوم، او يتكلم وضد الناس اللي تتكلم كما راه يتكلم هو اليوم. فهمتوا المعنى ما فهمتوش؟ اسمعوا دوك تفهم. هشام عبود الذي قرر ان يعود الى ارض الوطن. هشام مرحبا. الله يسلمك. مرحبا. اما اليوم اذا كان انقلاب عسكري مثل ما حدث في مصر يسمى بثوره، او تدخل اجنبي مثل ما حصل في ليبيا يسمى بثوره، اعتقد انه لا الشعب الجزائري ولا القيادة الجزائرية محتاجين لهذا ما يسمى بالثورة. واليوم يعني ظن مع ما ابدته السلطة السياسية في البلاد من نوايا حسنة فلا بأس ان نعود الى البلاد، ومن اراد ان يخدم الجزائر فليخدمها في الجزائر، ومن أراد أن يخدم مصالحه الشخصية فليخدمها حيث ما شاء. واللي يحب يلعب دور سياسي يلعبه في الجزائر ما يلعبوش في الخارج. واللي يحب يلعب دور سياسي يلعبه في الجزائر ما يلعبوش في الخارج. واللي يحب يلعب دور سياسي يلعبه في الجزائر ما يلعبوش في الخارج. نعم، لأنه لما غادرت الجزائر غادرتها وأنا محكوم عليا بأربع أحكام بالسجن. نعم، لأنه لما غادرت الجزائر غادرتها وأنا محكوم عليا بأربع أحكام بالسجن.